اعرف مرشحين، بس هيستفيدوا حصانات وهيستفيدوا مثلا بوزيشن عالي، او هيستفيد حاجة لنفسه هو مش ليا. انا مش فاضي، مش فاضي. ما شاركتش عشان ما فيش حد موجود اديله صوت يعني اثق فيه؟ طبعا شاركت عشان خاطر يبقى في مجلس تشريعي ومجلس شعب وكده اهوت يعني. امال البلد لازم يكون فيها مجلس شعب. عدم حضور الناس دي اكبر سلبيات في الانتخابات. كان المفروض الكل ينزل، كل الناس تنزل تشارك. قله الناس دي سلبيات جامده جدا جدا جدا. انتخابات جميله، اللي ما عجبنيش قله نزول الناس. كان المفروض الناس تنزل اكتر من كده وتساند الحكومه وتساند الدوله وتساند رئيس الجمهوريه. عايزين بلدنا تبقى حلوه، وعايزين نشتغل، وعايزين نكسب. ولا دعايه ولا اي حاجه، ولا حتى يعني حتى لو بدعايه وهو محطوط صورته واسمه، انا مش هعرفه. انا اعرفه منين؟ ما عنديش حد هنا في المنطقه هنا او في المكان اللي احنا فيه يعني معروف وعمل حاجه لحد. انتخب مين؟ مين في الانتخابات الواحد يعرفه؟ ما حدش ولا عمل ندوات ولا عمل اعلانات صالحه ليه، وكلهم اصل كل واحد تيجي تلاقيه طالع انتخابات غريب. ما رحتش عشان ما كانش عندي وقت ان انا اروح انتخب. ايوه شاركت، لازم ادلب صوتي. انا واحد بالشعب لازم ادلب صوتي، سواء بقى اللي عضو مجلس الشعب ده ينفعنا مش هينفعنا الله اعلم. احنا عملنا اللي علينا والله على الله.